أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حفلا بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وقد أعرب سعادة السيد فؤاد صادق البحرنا سفير مملكة البحرين في الجزائر عن خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذه المناسبة المجيدة متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار ومزيداً من الإنجازات المشرفة على المستويات كافة. حضر الاحتفال عدد من ممثلي الحكومة الجزائرية والسفراء العرب والأجانب ومسؤولين من عدة قطاعات لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.